صدقني يا ابو نبيل، معلبات ما فيها شيء. شو عم تحكي انت؟ معقول انا نزل على السوق مشمش محميه؟ لك بزمتي بزمتي، انا بنفسي عم بشرف على تعطيف الخوخ والمشمش من الغوطه. لا معقول انا شو اول مره بنزل كسرو على السوق؟ ولا نسيت؟ ما لك يا استاذ، انا التجار سموني ملك الكنسروة وعملوا لي حفله مطنطنه وقلدوني وشاح المدينه. ايه اكيد التخزين عندك عاطل. ايه شو بيعرفني؟ اكيد انت مخزن البضاعه بدرجه حراره عاليه. شلون شلون؟ كيف؟ ايه لا ما حذرت سيدي. ايه ما بترجع البضاعه لو طبت السما على الارض، خيط بغير المسله. كمان ما بدك تدفع على البضاعة وتكملها؟ بسيطة يا سيدي بسيطة. بس تذكر انه انا مالي قليل عند ربي. تذكر الشيء يا ابو نبيل. شو راح اعمل؟ انا بقول لك شو راح اعمل؟ قسما بالله لا ارفع عليك دعوة اجيب اخرتك فيها، وبكره بتشوف. شو هالناس هي؟ يعطيك العافية استاذ. خير، شو بدك تاني؟ شو بدنا نساوي بالمرتديلا اللي خالص تاريخها؟ 100 مرة قلت لك ونبهت عليكي ما بدي كلمة خالص تاريخها، ما بدي هالكلمة تفقش بدمك. وشو بدي أقول لك؟ قولي أي شيء، قولي ما انبعت لهلا، غلط بالتاريخ، بس لا تقولي خلص تاريخها، عيد ولا أفتي؟ مثل ما بتريد أستاذ، بس شو بدنا نساوي بالبضاعة اللي ما انبعت لهلا؟ شغلة بسيطة، منشيل التاريخ وبنطبع تاريخ جديد، بدها ذكى المسألة؟ بس منخاف يصير شيء أو حدا من شو بده يصير يعني؟ شعبنا ما شاء الله حوله معدته بتهضم الحجر، بتهضم الصخر، وقفت على شغلة المرتديلا تبعنا؟ روحي روحي وقيمي هالوسوسة من راسك، الله معك. ألو نعم، فريز عم بيحكي. نعم، شلون؟ شو هالحكي؟ يعني بفهم من كلامك وكيل المنطقة الشمالية ما بده ياخذ البضاعة؟ طيب والعقد اللي بيناتنا؟ شو؟ قال لك ان اوعى وشرب ميته؟ قسما بالله لارفع عليه دعوة عقد وضرع بسيطة، انا بوجديه، مع السلامة. بالفعل يا استاذ ماهر وبدون اي مجاملة، الحلقة اللي عرضت امبارح بتجنن، يعني يعطيك الف عافية. الله يعافيك يا سيدي. بس يا ترى الفكرة وصلت للناس؟ لاني انا لما كتبت هالحلقه للتلفزيون، هالحلقه هي بالذات، حرصت على انه لمح، ما حاولت صرح ابدا، لانه التصريح احيانا بيكون سمش. يا سيدي كل الناس حسيت بانك عم تدين الفئه يلي عم تتاجر بصحه الاطفال وعم تبيعهم اكلات وغذائيات فاسده بسبب الربح. بقى الله يعطيك العافيه ومنا لاحسن ان شاء الله. على فكره شوف شو كاتبين جرايد اليوم وبالعناوين الكبيره كمان. اسمع يا سيدي، مسلسل بين الناس يشد انتباه المشاهدين، جرأة في الطرح ومهارة في العرض، ماهر ياسمين يثبت جدارته كممثل بالإضافة لكونه كاتب المسلسل. ومين اللي كاتب المقال؟ مو كاتب اسمه الصريح، موقع بحرفين بس، يا عين. المهم طمني، شو أخبار مسلسلنا الجديد؟ وين صرنا يا ترى؟ والله يا أستاذ عبد القادر أنا مقصر شوي. شلون مقصر يعني؟ يعني مبارح لحتى قدرت اقفل الحلقة العاشرة. شو هالحكي؟ أنا هيك رح أزعل منك. شد لنا الهمة شوي، بدنا نفوت تصوير بالشهر الخامس، وخايف ما نلحق. ولا يهمك أستاذ ولا يهمك، صدقني رح نلحق. منين جايبة هالمرتديلا؟ طمع. كولو أنت مرتاح، هاي المرتديلا مو من شغل معملك. الله يسامحك يا سهير، هلا شغل معملي ما عاد تسوى؟ ولا الصحة والتموين دازينك علي؟ لا يا سيدي لا ينشغل فكرك، أنا مالي من التموين ومالي من الصحة، بس كل ما فتحت علبة من شغل معملك بصير معي ياما غص يا أسهال. لا هيك رح أزعل منك يا سهير، وما بتعرفي بجوز طالبك بعطل وضرر وذنب بضاعتي وآخذ منك المبلغ المرقوم. ييه دخيلك أنت ومسحك شو صاير تقيل. شبك ما تكملي أكله؟ بدي أشوف مسلسل بين الناس، بتكون راحت علي نص الحلقة. اترك أكلك وتفرج معي. بحياة الله، يلا. استاذ استاذ خير، شوفي أنا برأيي تغيبوا عن الوش كم يوم بيكون أفضل. أوف
وليش رح تغيب عن الوش؟ شو بدا بعدها؟ استاذ اهل الحاره انه متسممين من اكل معلبات مع بنتهم، وبجوز تكبر القصه ويضايقوه. هلا شو بدنا بهالحكي الفاضي؟ حدا مات لحد هلا؟ لا بس ليش لحتى اقرب لكان؟ استاذ كلها كم يوم بس تهدى الامور وترجع بالدار مثل العاده. لا تخاف علي، صدقني ما رح يطلع لهم معي لا ابيض ولا احمر. بس عم يقولوا ان المعلبات خاصه مدتها وغير صالحه للاستهلاك البشري. ومين قال لهم ما يقروا التاريخ؟ نحن كاتبين التاريخ على العلب ولا لا؟ سيدي كاتبينه بس مو عذر اذا الناس ما انتبهت له. بقى لازم نسحب بضاعتنا كلها من السوق ولا من القصه. ولك بدك تخرب بيتي انت؟ بعدين المره الماضيه ما تتزلم وما هربت ودبرت الموضوع، بقى بدك ياني هلا اهرب مشان كم واحد منغوص او معه سال او عم يراجع. ايه ورصاصي فك رقبتك. لك شبك ليش طفيت التلفزيون؟ لك مالك سامع هذا البطيخ شو عم يحكي؟ ليش انهز بدنك شو عم يحكي يعني؟ ولك يا فهيمه هذا عم يقصدني إلي. شلون عم يقصدك يعني؟ أولا البطل اسمه عزيز وأنا اسمي فريز، وثانيا البطل عنده معمل كنسر ومعلبات وأنا عندي معمل معلبات. برأيك شو التشابه؟ هلأ لا تفور دمك، كل شي بالصدفة بصير. إيه أنا صدفة هي؟ إيه قسما بالله ما رح اسكت لبنوب ورح أرفع عليه دعوة وطالبه بتعويض أكسر ظهره فيها. بسيطة، أنا وياك والزمن طويل يا ماهر ياسمين. إيه الله لا يهنيني بعيشتي إذا خليته يتهنى بعيشته. ولا يهمك أستاذ فريز، أعتبر الدعوة ربحانة 100%. وقديش بيطلع لي تعويض من هالشغلة؟ أنا ما بزن أقل من مليون. على كل إن إحنا رح نرفع دعوة نطالب فيها ب3 ملايين، عطل وضرر وتشهير وقدح، والمحكمة بعدين إذا حكمت لنا بمليون نكون نحن ربحانين. الله وإيدك يا أستاذ سعيد حاكم، أنا مالي غيرك. لا يا أستاذ فريز، عم تشكك قدراتي؟ لا لا عفو، بس انا عم اقول لك. ما تتذكر كيف طالاتك من دعوى حالات تسمم مثل الشعره من العجين؟ ان بلا بتذكر، بس عدم المؤاخذه وقت اخذت مني مبلغ كبير. كل شيء بيحرز ثمنه استاذ فريز، بعدين انا احسن لك اني اخذ منك مبلغ كبير ولا تنحكم لك 3-4 سنين بالسجن. اصلا انا ما بربح الا من هالقضايا المعته، بعدين بيني وبينك اللي اخذته منك راح نصه تبليه لهون وهون. ولا يهمك استاذ سعيد، ما رح نختلف، بس طمني شو رح تساوي هلا؟ قبل كل شيء رح وجه لشركة الإنتاج والكاتب والممثل ماهر ياسمين إنذار عن طريق المحكمة. مرحبا. شو مرحبا؟ شوف شو بعتيلي المحكمة يا أستاذ ماهر. شوف شو ها؟ إنذار من المحكمة. وأنت كمان وصلك إنذار؟ ليش أنت كمان وصلك إنذار؟ طبعا مبارح بعتولي عن طريق المحضر. ودخلك؟ مينو هذا فريز حرحورة؟ ما بعرف، بس عم يقولوا انه صاحب معمل معلبات، ولأجل الصدفة في عنا حلقة بتحكي عن صاحب معمل معلبات فاسدة، فأخونا بالله ظن حاله انه هو المقصود. يعني انت ما بتعرفه؟ ولا بحياتي شفته ولا سمعت فيه. طيب والعمل؟ شو لازم نسوي هلا؟ انا برأيي خلي دعوة تمشي ونحن منوكل محامي شاطر. لا لا بترجاك يا أستاذ ماهر، انا ماني فاضي للمحاكم والمحامين وجع الراس بنوب، خلينا نتفهم معه بيكون احسن. هيك رأيك؟ والله أنا هيك شايف، والضرر الحاصل متحمله مع بعضنا ومنرضيه بشي قرشين وخلصت القصة. بقى اللي عندي قلتلكن إياه وانتو أدرى بمصلحتكم، بس بالمقابل وهذا الشي معروف عني الصلح سيد الأحكام وهذا شعار مكتبي. بقى شو بتشوفوا أنا بأمركم وشو بتشوروا أنا خدامكم. والله ما بعرف، شو رأيك أستاذ ماهر؟ هو مثل ما قال الأستاذ صحيح، فوتت المحاكم بشعة وفيها لتلتة وجعت رأس. أصبح خلونا نتفهم ونحل المسألة بأرضها. وأنا كمان هيك بشوف. شو رأيك أستاذ فريز؟ ما بدي غير حقي، ويلي بيعطيني فوق حقي من نيته على حاله. تكرم عينك حجي، ونحن ما بنعطيك غير حقك. ممكن نعرف شو هو حقك أستاذ فريز؟ ما بعرف، شو رأيكم أنتو؟ يا أستاذ فريز، الجماعة عم يسألوك شو حقك، بقى رجاء جاوبهم. شو هو حقي؟ كرامتي المهدورة، شرف يلي انهان بهالحلقة، سمعت يلي اندعست، بضاعتي يلي تكدست وما عاد حدا اخذها، لا واذا حدا اخذها تاني يوم بيرجعها. قسما بالله يا استاذ سعيد مالك علي يمين تحلفني، انا بعد ما انعرضت الحلقة هي ما عاد قادر امشي بالشارع ولا عاد شوف حدا، صرت امشي بالشارع وانا خجلان كاني عامل عملة، لك على هو ما عاد رحت، صرت امشي بالشارع ومتذكر لحتى ما حدا يعرفني. عالبيت ما برجع لنص الليل مشان ما اشوف حدا ولا حدا يشوفني، لك ولادي
أولادي اللي إحنا أولادي من دمي ولحمي، ما عاد تطلعوا فيني يا رجل. بسيطة أستاذ فريز بسيطة، روّق دمك ومساح وجهك بالرحمن، والجماعة إن شاء الله رح يعودوك عن كل شيء. صعب 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 يعودوني عن اللي خسرته يا أستاذ. ولك أخي هلا اطلع فيني فهمني، أنت شو بدك؟ باختصار أنا بدي 800,000. أوف، وليش 800,000؟ أشو نحن آكلين لك قتيل؟ يا ريت، القتيل بينبكى عليه يوم اثنين ثلاثة وبيمشي الحال، أما هاي السمعة الملطخة بتلحق البني آدم طول عمره. أنتوا شوهتولي سمعتي يا أستاذ، نزعتوني اسمي بالسوق. طول بالك أستاذ فريز طول بالك. يا جماعة تقبلوا أن يكون حكم عادل بيناتكم؟ تفضل. أعطوه للزلمة 600,000 ويا دار ما دخلت شر، شو رأيكم؟ كمان 600,000 ليرة كتير، ليش شو عاملين له نحنا؟ ومن وين لوين نحنا منعرفه حتى يتمقطع فينا ويطلب 600,000؟ خاصة أنه الشغلة كلها صارت بمحض الصدفة، يعني لو كنا منعرفه أو مستقصدينه كانت قصة اختلفت. إيه بس الناس ما بتعرف هذا الكلام، الناس بتعرف اللي بتشوفه على التلفزيون بس. وعلى كل حسما للمشاكل والمناقشات، أنا رح أمون على الأستاذ فريز وننزلكم المبلغ 100,000، وبهالحالة ما بيكون حدا ظلم. شو قلتوا؟ كمان كتير يا أستاذ سعيد، كتير. سمعان قال كتير. أخي نحن رح ندفع 400,000 وغير هيك ما في. شو 400,000؟ شو عم تحكي تداني؟ إيه قسما بالله ما بيع سمعك بمال الدنيا كلها على 400,000 قال، شو عم تبيع فجل؟ هلا يا أستاذ فريز رح تخليني أحكي ولا شلون؟ يا سيدي ما عاد فرقت معي بنوب، كم وأكلته؟ يا جماعة نحن موافقين. بس هيك قليل قليل يا أستاذ، والله قليل. لا 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 مو قليل، خلينا نخلص من هالشغلة بقى. إيه بس أنت عم تظلمني يا أستاذ. هلا خلصونا يا أخي بدنا نمشي. حبكم تاخذوا 400,000 حبكم، ما حبكم تصطفوا يا اخي، انتوا احرار. تفضل استاذ عبد تفضل. طولوا بالكم يا جماعه طولوا بالكم، انا ما بيهون علي تطلعوا من المكتب وانتوا زعلانين، لا وبالاخص انه شعار مكتبي الصلح سيد الاحكام. خلاص الاستاذ فريز موافق. شو قلت استاذ فريز؟ ماشي الحال، انت بتمون استاذ سعيد. تسلم تسلم يا حجي. ايه سيدي وين تدفع؟ على الحالك فورا. ايه سيدي باسم مين اكتب الشيك؟ هلا ما عاد تعرفوا اسمي، اكتبه باسمي استاذ. طوب فريز حرق ورا. ايوه خليل ابو العز. لا نبيل عبد الحكيم الحسيبي. عبد الحكيم الحسيبي معقول كتير. عبد الحكيم الحسيبي. شو صار معك؟ لقيت اسم البطل بعدين؟ ايه لقيته. شو اسمه؟ عبد الحكيم الحسيبي. عبد الحكيم الحسيبي؟ ايه عبد الحكيم. شو بكي تفاجأتي؟ مو مسألة تفاجأت، بس هذا اسم الخضر يلي بحارت خالتي يسرى. شو هالحكي؟ معقول يا سائدة؟ مثل ما عم قلك، وأنا بعرفه شخصياً، ويا مشاريه من عنده فواكه، لأنه أسعاره رخيصة وبضاعته ظريفة. العنى، كنا علقنا وما حدا سمع علينا. طيب شو رأيك باسم نبيل الأدلبي؟ شو نبيل الأدلبي؟ أوعك ها؟ غير الاسم فوراً. ليش لحتى غيره؟ اسم واقعي ومن واقع الحياة ومنتزع من بيئتنا. ما اختلفنا، بس نبيل الأدلبي أكبر خياط بالبلد، خياط نسواني للعرايس والسواريهات والحفلات. بالله ما لك سمعان فيه؟ طالما عم تقولي خياط نسواني فليش حتى أعرفه؟ فصل عنده تنورة يعني؟ اشطبه اشطبه بلا ما تنام بين القبور وتشوف منامات وحشة. اشطبه ودور على غيره أحسنها. استاذ في واحد على الباب بده اياك. مين هو ما عرفتي؟ لا بس لابس شرطي. خير إن شاء الله. شرطي؟ قوم قوم شوف مين. يعطيك العافية. الله يعافيك هلا يا استاذ. خير في شيء بخصني؟ والله إلك مذكرة تبليغ من المحكمة استاذ، تفضل. ومين رافع عليه دعوة؟ إن شاء الله فريز حرحورة. لا لا استاذ، المدعي اسمه أحمد القرش، مدير شركة نشارة الخشب القابضة. أحمد القرش؟ إيه نعم استاذ، قال حضرتك مسخرت عليه بالحلقة الثامنة بمسلسلك بين الناس وطلعته مرتشي وحرامي.
بس أنا ما حكيت عن واحد اسمه أحمد القرش، أنا سميت بطلي أحمد التمساح. أستاذ تمساح ولا قرش ولا سمكة كله بيسبح، تسمح توقع لي هون أستاذ؟ تفضل. شكرا شكرا أستاذ. الله معك، مع السلامة. خير شو في؟ شو بده الشرطي؟ واحد اسمه أحمد القرش رافع دعوة علي. كمان هذا التاني حاكي عليه بالمسلسل؟ الله وكيلك ووكيل السماء والأرض، مالي حاكي عنه شيء. يعني هيك بده يتبلاك من الباب للطاقة؟ نعم يا ستي عم يتبلاني، لأنه شو شاب القرش للتمساح؟ هذا نهري وهداك بحري. يعني شلون يعني؟ ألو، أهلي أستاذ عبد القادر. ايه استلمت التبليغ؟ نعم. ليش انت التاني كمان وصلك تبليغ؟ تفضل تفضل شوف بعينك. عال والله انا هذا اللي كان ناقصني العمل، كل ما دق الكوز بالجرة بدي استلم مذكرات تبليغ. شو هالمسخرة هاي؟ فاضي انا لهالقصص؟ والله يا استاذ عبد القادر يبدو انه هالناس ما لها لا شغلة ولا عملة غير انها تشتغل فينا. شوف استاذ ماهر، كلمتين ورد غطاهم، انت لازم من هلا ورايح تعيد النظر باسماء شخصيات المسلسل، وخاصة هي الشخصيات الشريرة. يعني مو حلو الواحد بمركزي وبمركزك يتجرجر على المحاكم على الطلعة والنازلة منشان العلاك المصدي. ايه والله احترت يا استاذ عبد القادر، منين بتجيب اسماء؟ ما بعرف، هي مشكلتك، شوف لك شي طريقة وتصرف وخلصنا من هالمشكلة بقى. الو ايوه ايه، هون شركة الفانوس للإنتاج. مين؟ أنا صاحب الشركة. مين عم يحكي معي؟ أنا المحامي فواز سواسيت. تشرفنا أستاذ سواسيت. مور، أنا وكيل المدعي حسام خلخول. والسبعة نعم. مور، موكلي الأستاذ خلخول رافع عليكم دعوة أنت والأستاذ ماهر ياسمين. رافع علينا دعوة؟ خير أستاذ، شو السبب؟ عم يقول أنتو بالحلقة 21 من مسلسل بين الناس أهنتوه وبهدلتوه وشرشحتوه وطلعتوه نسوانجي وزير نساء وما في جنس الشرف والأخلاق والضمير والناموس. لحظة أستاذ بطل اللي بالحلقة 21 بيخون مرته وبيتجوز كتير، شو كان اسمه؟ بسام حلحول. ايوه بس يا استاذنا هذا اسمه بسام حلحول مو حسام خلخول. سيدي ما بتفرق حلحول ولا خلخول، كله بينفذ على بعضه. بتحبوا تاخذ الدعوة مجراها ولا نتفق على الصلح؟ السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. وش مو غريب علي ابنه؟ أنا ماهر ياسمين، الكاتب والممثل التلفزيوني. يا أهلا يا أهلا وسهلا أهلين أستاذ. كيف الصحة؟ كيف الفن؟ أهلين أهلين، تفضل 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 أستاذ تفضل. الحمد لله كله تمام. أنا بهنيك على هالدور اللي أخدته، فعلا شي بيرفع الراس. الله يخليك. إنه شلون زبط معك دور الفران الأخرس؟ والله صعب. أنا فران أستاذ؟ ولو دور الفران بمسلسل أسعد الوراء. أستاذ أنا ما اشتركت بأسعد الوراء، دور أسعد الوراء أخده سامي الماوردي. لا شو سامي الماوردي، أنت لعبته، لا تمزح معي. صدقني مو أنا لعبته، مو أنا أستاذ، ولا كنت قلت لك. يعني معقول كون مخربط؟ إيه لا سبحان الله، إلك نفس الملامح، يعني نفس الصوت ونفس الحواجي. سيدي الأستاذ سامي ممثل كبير، إيش هو وصلنا لموصيله؟ نحن لساتنا بدنا فت خبز. هاها هلا اتذكرت، انت اللي لعبت دور البعثي بمسلسل حمام الايشاني، مو هيك استاذ؟ انا بحب التلفزيون كتير وبحب المسلسلات المحليه، دائما اولادي بيقولوا لي بابا شلون بتحفظ اسماء الشخصيات والممثلين؟ بقول لهم بابا يلي بيركز بيحفظ. الله يسامحك يا استاذ، انا بحياتي ما اخذت دور البعثي. والله كل فكري انه انت. لا والله مو انا. لكن انت اللي اخرجت المسلسل مو هيك؟ لا والله يا سيدي مو انا اخرجته. معقول؟ مين اخرجه لك؟ سامي الماوردي. سامي
ولدي يا سلام، لك يا سلام على سامي ما ولدي، كتلة مواهب، لك منين ما نقلته بينتقر معك. لك تعا تعا عاوزك بدك الصراحة، انت انسانك طويل شوية، لك شو بيسمحوا لك تحكي هالحكي؟ يعني اللي بقصده ما في رقابة عليه؟ طبعا في رقابة، تلفزيون حكومي هاد، مو تلفزيون اللي خلفني. اصبح انت مربوط مع جهة معينة، الشغلة واضحة استاذ، الكلام بيني وبينك ما في حدا عم يسمعنا. ولك حبيبي مالي مربوط ومالي مشحوط، مهمة برنامجي ينتقد السلبيات الموجودة بالشارع العربي وصلى الله بارك. يعني اللي بقصده عم يخلوك تحكي هالحكي مشان تنفس عن الناس، يعني مشان التنفيس، بمعنى تاني انه عم يسمحوا لك تحكي هالحكي كلياته مشان يلهوا الناس عن الغلا والملا وشغلات تانية. مو صحيح، لك ايدي على راسك والنبي كباسك، هالكلام اللي عم اقوله انا صحيح ولا مو صحيح؟ مثل ما بدك. فظاعة شكتوم تصطفل، بس انت عم تشتغل فيه من القمة للقاعدة، شو فارقة معك؟ تشرب شاي استاذ. معليش حبيبي مستعجل، تسلم لي عينك، مشروبي. امور استاذ، بشو بقدر اخدمك؟ الحقيقة أنا بدي من جنابك أسماء المسجلين عندكم هون بالنفوس. هون بالعاصمة؟ لا، بكل القطر. أوف أوف أوف، بس هدول بيطلعوا أكتر من 20 مليون. ولو كان لازم أطلع على أساميهم. ما عندكم كمبيوتر بالنفوس؟ آه يا أستاذ، خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. يعني ممكن ولا مو ممكن؟ ولا يهمك أستاذ طلحة، كل شي ممكن، بس ظاهر بدك تعمل لك شي حلقة عن الإحصاء بربك، مو هيك؟ يعني هو في اصبح تعال عندي بعد اسبوع على بين ما صور لك السجلات وبتلاقي طلبك جاهز باذن الله. يا سيدي كتر الله خيرك على هالاستجابه السريعه، بس الشغله بتكلفك شوي، بقى شلون عزماتك؟ ولا يهمك، مو مشكله، لازم ضيفك شي مو حلوه احسن ما تطالعنا بحلقه من حلقاتك. العم الجرس ما عم يرن من سوء حظنا. طلبك مقضي باذن الله، بس ما قلت لي يا استاذ معي ليش بدك أسماء الأطباء والمستشفيات؟ الحقيقة لازمين لي كتير. ليكون بدك تساوي شي حلقة عنها؟ أوعك أستاذ، نحن مو لقيانين بنوب ولا خرجة دعكة أبدا. هو في شي من هاد، بس ولا يهمك، نحن رح نعرض النواحي الإيجابية فقط. إذا كان هيك حياك الله. لا، وإذا بدنا نحكي ما بنحكي إلا على اللي بيستاهل. يا سيدي الله يبارك فيك. إيه سيدي تفضل، وهي نسخة من الأسماء المطلوبة. يسلم أديات، شكرا جزيلا. يا أهلا وسهلا، شرفت. الله يسلمك. يا أهلا وسهلا فيك. في عندي شخصية مهمة سميتها عبد الحميد الصيني. إيه هذا شو دوره بالمسلسل؟ تاجر عصرونية، صحون وأبريق وكاسات وشوك ومعالي. أيوة. إيه هات عطيني السجل التجار من عندك لنشوف. تفضلي. والله يا ماهر ما رح يمشي الحال. ليه؟ لأنه في واحد اسمه عبد الحميد الصيني، شوف هذا فاتح محل بسقاق الجن لقطع تبديل السيارات. طيب مو مشكلة، رح أغير الاسم. ها، شو بدي اسمي يا ربي؟ عادل قنينة. عادل قنينة. عادل قنينة. شوفي لي. هيك سجل الحرفية. قنينة. قنينة. تمام. مظبوط على التمام، ما في ولا واحد بهالاسم، سجلوا عندك. يا عظيم كتير، وهي ثبتنا عادل قنيني. تمام. هلا شوفي كمان. عندي شخصية قابلة قانونية اسمها شكرية أبو اللوز. لحظة لأشوف سجل القابلات. ما رح يمشي الحال يا ماهر، في بالسجل وحدة اسمها شكرية أبو اللوز قابلة قانونية، بقى من الأفضل تلاقي اسم غيره.
تفضل، وهي المسلسل جاهز. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بس طمني، شو عملت مشان الأسماء؟ ولا يهمك، ما في اسم بالمسلسل كله بيشبه أي اسم بالبلد كله. الله وكيلك، صار لي شهرين عم زبط الأسماء. منيح كتير، لأنه من أسبوع كان عندنا محاكمة. وإنت ناويين التصوير؟ الأستاذ مأمون مستعجل كتير وعم يقول بده يبلش تصوير بأول الشهر. ماشي الحال، بأول الشهر شو علي؟ بالتوفيق إن شاء الله. لا لا، انت شفت ممثلتنا سوزان بدرخان بطلة المسلسل شو عملت مع البطل؟ انا ورتكم طلع من حق. رنت موبايلك؟ ها نعم. رنت موبايلك؟ عفوا. الو. نعم، اهلا وسهلا. الله يخليك يا سيدي. اهلين استاذ، الله يبارك فيك. لا والله، بس اليوم بدأ عرض المسلسل بخمس فضائيات دفعة واحدة. ايه، قطر ودبي والكويت والمستقبل والدرين. لا والله مصر ما أخذته. لا والله. الام بي سي قال عندها مسلسلات مصرية بتطمرها لشي خمس سنين. ايه والله هيك قال. لا اليوم انعرضت الحلقة الثانية. الله يبارك فيك يا سيدي. وبصراحة يعني كنا بنتمنى أن تكون حضرتك معنا بهالحفلة البسيطة، بس إن شاء الله لما بترجع بالسلامة منقوم بالواجب. يطول لي عمرك. الله يخليك. تسلم لي. شكرا شكرا يا سيدي. الله معك، مع السلامة. مع مين كنت عم تحكي أستاذ ماهر؟ مع سعادة السفير. طاير عقله بالمسلسل وبيعتبره قفزة نوعية. يا إلهي، لو كان قدامي لحتى نطيته وبسته. باين عنه كتير مزوق ورايق. ما بتحبي انتي خلوز يا ميت. اهلين وسهلين استاذ ماهر. اهلا وسهلا ومرحبا. شرفتونا استاذ عبد القادر. يعني بصراحه الشرف الكبير حصلنا بتشريف الانسه سوزان، يعني لانه كانت ما حدا يزعل مني. ما حدا رح يزعل منك، احكي. يعني كانت الانسه سوزان درت المسلسل بلا منازع. مرسي كتير لك، هذا من لطفك حبيبي. بس ما تاخد عني نظرة انه انا واحدة شريرة. ايوة انا شريرة بس بالمسلسلات، اما بحياتي الطبيعية القط بياكل عشاي. ولو ما حدا بيسترجي ياكل عشاك يا انسة سوزان، وحياة عيونك رح تاكلي اليوم عنا اطيب اكل. اي خدمة انا بالامر. اروبيان شامبين لو سمحت، بس بدون كحول. مو تكرم عينك يا انسة. بالاذن. تشرف. اهلا وسهلا. يا عيني وراسي. اسم الكريم؟ أمل. أمل الآنسي. أمل الكربوجة الحلوة. نسيت. تسلم لي. شكرا. تمنياتي بمستقبل باهر. وين كمان إذا تلي؟ على عيني وراسي. شو اسم الكريم؟ تهاني. تهاني الآنسي. تهاني المهذبة الكربوجة. شكرا كتير. مع أطيب التمنيات ببلوغ الأماني. شكرا. أهلين تهاني. شكرا. عالقافية طلعي. ألو مين؟ لا والله ما عرفتك يا أخي. لا الرقم غريب عني. أنا المحامي سعيد. هو نسيتني يا أستاذ ماهر؟ أهلين أستاذ. خير؟ شو في؟ الحقيقة أنا عندي بالمكتب المطرب طيار المسارح، وهو بصراحة رافع عليكم دعوة مشان المسلسل اللي عم يعرض هلا على الفضائيات، وأنا وكيله. ومين هذا طيار المسارح برا صغرى؟ ده يا أستاذ ماهر، أنت فنان ومفروض تعرف كل الفنانين. المطرب طيار المسارح بيشتغل برا محلات. هلا بيشتغل من 8 للعشرة بكازينو هوت ميتينج. هوت ميتينج. ومن العشرة ل 12 بكازينو هاي تري. ومن 12 للتنتين بنادي العراب عين الخضراء. ومن التنتين للصبح بالفن سيتي. ما اختلفنا يا اخي وين بغني. ايه طيب، ليش رافع علينا دعوة؟ الان كنا هنتوه شرشحتوه بالحلقة الثانية من المسلسل، وقلتوا عنه انه هذا لازم يكون عتان بكراجات الانطلاق او منادي على باب محكمه الجنايات، احسن له من شغله هالطرق. وقالوا عني اني نجحت بالواسطه والفرع دعمني. ولك اخي صحيح، الحلقه كانت عن مطرب بس كان اسمه صاروخ المسارح. ايه مزبوط، موكلي اسمه طيار المسارح، بس انا ما بظن في فرق كبير بين الطياره والصاروخ. بقى شو بتحبوا، نمشي بالدعوه ولا تعملوا جلسه صلح بينكم بين طيار المسارح؟ يا سيدي، والطيارة تخلع رقبته إن شاء الله. هيك قل له لموكلك.
من وين اجانا هالمطرب كمان؟ شو بيعرفني الله وكيلك يا استاذ عبد القادر اني جبت دليل اسماء المطربين والمطربات والقاب هون من النقابه وما لقيت هيك اسمه منور. شو بك استاذ ماهر؟ شايفتك مزعوج. مين يلي بيسترجي يزعجك غيري؟ اه مزبوط استاذ، الدليل اللي معك ما في مطرب اسمه طيار المسارح، بس الدليل اللي معك صار قديم كتير، يمكن عمره شهرين واكتر. من شهرين لحد هلا صار نازل على الساحة حوالي 37 مطرب ومطربة، والاستاذ طيار المسارح منهم. تفضل شوف، هون مسجلين عنا مكوك النوادي، لهلوبة العرايس، نديم اللفايات، مطرب الشوفيرية، عاشق الصبايا، صائدة الرجال، شحرور المطابخ. ولك أخي ليش عم تقرأ لياهن أنت؟ ناقصني يعني؟ بعدين ليش عم تعطون إذن عمل بهالسهولة؟ ولو يا أستاذ سلامة عرفك، هدول دفيعة وضرائب الملاهي عالية، والنقابة إذا ما زاد دخلها منين بدها تدفع لك راتبك التقاعدي كمان؟ صحيح الحق معك. هو عدم المؤاخذة يا أستاذ ماهر، كل الحق عليك. ها؟ وليش بقى الحق علي؟ يعني كان لازم تعملنا زيارة كل أسبوع حتى تشوف شو في مستجدات. لو اجيت كان ضفت الاسم عندك وما كان صار اللي صار. ايوه والله معك حق، كل الحق علينا نحن. والله انخرب بيتنا يا استاذ ماهر انا وياك. العم على القصه، لسه طالعين من عند محامي فايتين على محكمه وعم نحط تعويضات يمين وشمال. بقى لي واخرتها شو العمل؟ شو بيعرفني يا استاذ؟ الله وكيلك والله على ما اقول شهيد. حاولت اتجنب اسماء سكان كل هالبلد والقابهم كمان وما استفدت شيء. وشو عم تكتب هلا؟ سهرة تلفزيونية مدتها ساعتين. وكم شخصية سيئة في عندها؟ واحدة بس واحدة. وشو سميتها بقى؟ والله ما بعرف يا أستاذ عبد القادر، محتار والله محيرني، ما بعرف على أنو بر بدي أرسي. ما قلت لي ماهر شو نقيت له اسم للبطل؟ لسه ما اعتمدت، بس اسمعي شو رأيك سميه جمل الجحيش؟ ولا عقرب الأملة؟ ولا سلطعان المجاري؟ ولا برغوت الدباب؟ ولا صرصور إليط؟ ولا حالوش البلاليع؟ ولا خنفور المتيس؟ يا لطيف شو هاد؟ شو هالأسماء هي؟ أشعرت لي بدني. طيب مو أحسن ما نعلق بالمحاكم والدعاوي؟ ما بعرف، نقي الاسم اللي بدك اياه كلهم بيقرفوا. أحسن شي رح نقي خنفور المتيس، لأنه هالاسم ألطف اسم من بين كل يلي ذكرته. بس تأخرت كتير يا أستاذ ماهر لحتى عملت لنا هالدعوة. بصراحة أنا كنت مفكرة أداء التمثيلي ما عجبك أو ما عاد بدك تشوفني. لا يا أنسي سوزان، هيك ظلمتي للأستاذ ماهر. لكن معقولة يحتفل بنجاح سهرة تلفزيونية بعد مضي 20 يوم على عرضها على الفضائيات؟ هو معك حقها وأنا بعتذر على هالتأخير، بس بصراحة الأستاذ عبد القادر هوني ما رضي نحتفل بعرض سهرة خنفور المتيس قبل ما نطمن على أنه هالعمل مرق بسلام والحمد لله. هذا اللي صار، فألف مبروك يا أنسي سوزان. والحقيقة والله أنا بحب توقفي قدامي وتمثلي. يلا تفضلوا هلا جبتكم الا عين مصدي. مدوا ايديكم تفضلوا. خدي يعني خدي جاهز كلي اشري. استاذ ماهر. نعم. تليفون لك. مين طالبني؟ والله ما بعرف، ما فهمت عليه، الصوت بعيد. ايوه الو. نعم الو. ما حدا عم يرد. ألو؟ ألو؟ غريب، سامع صوت طبل وزمر، اسمع؟ ايه فعلاً غريب. ألو؟ 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 يا من تسمعني أجبني بالحال. ألو؟ أيوة سامعك. مين عم يحكي بالله؟ أنا خنفور المتيس.
زعيم قبيلة دبانة الطين. مين عم يحكي معك؟ مين؟ زعيم قبيلة دبانة الطين خنفور المتيس. نعم نعم. هلا مو معقول يا أخي، علي صوتك، أكيد اسم حضرتك خنفور المتيس؟ قال أكيد، قال روح اسأل عني بسفرة يا غشيم، ولك أنا أهم زعيم بالإرخبيل الأندونيسي، ومع هالشي حضرتك بتطالعني بالسهرة على إني مهرب. ياهو، لك أنا مهرب، أنا تاجر حشيش، أنا نصاب، يعني بالمختصر أنت بهدلتني بين أفراد قبيلتي ذبابة الطين، كيف ترد؟ عفوا أستاذ خنفور، قصدي نحن آسفين شيخ متيس. آسفين؟ ولك وين بتنصرف هي آسفين؟ على كل حال أنا رح أرفع عليكم دعوة عن طريق السفارة، وبدي تعويض منكم باليورو، وتاني مرة لازم تكونوا حذرين باختيار الأسماء. ياهو، دخيلكم ساعدوني، ساعدوني دخيلكم، أنا هلأ عم أكتب سهرة تلفزيونية جديدة، بقى شو بدي سمي البطال؟ نقولي اسم يخلي لكم أولادكم.